يعد رواد الفضاء من رحلة المكوك تشالنجر وعادوا من رحلة المكوك سويوز. في قصة مثيرة جدا، مكوك الفضاء الأمريكي الشهير تشالنجر اللي سقط قبل كده ومات الناس اللي فيه سنة 86، ومكوك الفضاء الروسي سويوز اللي هو 2018. العالم كله كان يتابع ذلك منذ أيام، هذا المكوك الفضائي الذي انفجر الصاروخ اللي أطلقه، ومع ذلك عاد رواد الفضاء بأمان. فقصة مثيرة 86 وقصة مثيرة 2018، هنا مكوك فضاء أطلقته وكالة ناسا، هنا مكوك فضاء أطلقته روسيا من قاعدة بايكونور في كازاخستان. في المرة الأولى انفجر المشروع بكامله بعد قليل، في المرة الثانية انفجر الصاروخ لكن عادت الكبسولة إلى الأرض وتم إنقاذ رواد الفضاء. فما هي القصة؟ القصة الأولى سنة 86 وكالة ناسا أطلقت تشالنجر اللي هو مكوك الفضاء الأمريكي تشالنجر من ولاية فلوريدا. الناس واقفين كلهم بيسقفوا سعداء إن في 7 رواد فضاء موجودين في هذا المكوك، وهيطلع هذا المكوك بعد قليل. وفعلا شوية بدأ يقولوا 3 2 1 انطلق مكوك الفضاء تشالنجر، لكن بعد 73 ثانية انتهى تماما وتحطم تماما ومات الجميع اللي هو 7 رواد فضاء. كان مشهد صعب جدا، عائلات موجودة، أسر موجودة، أصدقاء، جيران، ناس كتيرة جدا عائليا كانوا بيودعوا رواد الفضاء باعتبار انها رحلة آمنة وهيرجعوا، مش جاي ابدا في خيالهم انهم يشوفوا تدمير مكوك الفضاء قدام عينيهم بعد انطلاقه بقليل. طبعا كانت صدمة كبيرة جدا للعائلات والاهالي، وصدمة كبيرة جدا وخسارة فادحة لوكالة ناسا، وصدمة لامريكا والعالم. فالرئيس رونالد ريغان وقتها كلف وزير الخارجية الاسبق ويليام روجرز ان هو يشوف هذا الموضوع برئيس لجنة تحقيق، وتم التحقيق في هذا الموضوع، واتضح ان في حلقات مطاطية بتفصل بين اجزاء من المكوك والصاروخ نتيجة عطب حصل، فهذه الحلقات فكت وبالتالي ده ادى في نهاية لتسرب الوقود وبالتالي تدمير المكوك الفضائي الامريكي تشالنجر. التحقيق بالضبط وصل الى ما يلي. نمرة 1 انه عند الثانية 58 يعني بعد دقيقة تقريبا رياح باردة عصفت بالمكوك، بدأ بقى موضوع الانفجار المتتالي لغاية ما سقط بالكامل في المحيط الاطلنطي ومات الجميع. في التحقيق ظهر ان الشركة اللي تعاقدت مع وكالة ناسا استخدمت هذه الدوائر المطاطية بطريقة غير آمنة، كانت هي اساس الكارثة التي حدثت لهذا المكوك تشالنجر. الامر الثاني ان الجو البارد كان فيه تحذير، ما تطلعوش يا جماعة اذا الجو بارد جدا لان ده هيؤدي الى مخاطر فيزيائية على المكوك، ومع ذلك خرجوا. نمرة 3 انهم استرخصوا في بعض المواد، في مواد استرخصوا فيها عشان يقلوا التكاليف والنفقات، وبالتالي الامان اللي كان موجود في تشالنجر كان اقل كتير من الامان اللي موجود في مكوك الفضاء الامريكي كولومبيا، وده ادى في النهاية الى تدمير هذا المكوك. وده ادى الى ان قرار في ناسا بوقف كل الرحلات اللي هي مأهولة برواد الفضاء لغاية ما يشوفوا الدنيا ويطوروا الامور وما يعوش في هذا الخطأ مرة اخرى. مر وقت من 86 ل 2018 رحلة برضو للمركبة سويوز. المركبة ديت طالعة برضو الفضاء في محطة فضائية دولية. هذه المحطة الفضائية الدولية اتكلمنا عليها قبل كده اللي على ارتفاع حوالي 400 كيلو من الارض، وقلنا ان هذه المحطة بتدور حول الارض عدة مرات يوميا، موجود عليها رواد فضاء عايشين بيقعدوا 6 شهور ويرجعوا. فمن قاعدة بايكونور في كازاخستان الروس اطلقوا سويوز. سويوز ديت على اساس ان هي هتصل الى المحطة الفضائية الدولية، ولما تصل المحطة الفضائية الدولية الاتنين الرواد دول هينزلوا ل3 رواد موجودين، وطبعا هياخدوا معاهم مواد غذائية و
حاجات علمية عشان يشتغلوا هناك في الست شهور دول بعثة خارج الأرض. فبعد المكوك ما تم إطلاقه بقليل انفجر الصاروخ اللي بيحمل المكوك. لما انفجر وهنشوف فيديوهاته مذهلة جدا بعد شوية، الكبسولة قدرت انها تنزل بعيدا، طبعا بانحراف حد يؤثر على الصحة، الا ان الاتنين رواد، واحد امريكي وواحد روسي، نجوا من هذا الحادث الخطير جدا وتم انقاذهم. راحوا الخبراء الروس عند مكان وقوع الكبسولة على الارض وانقذوا الاتنين الرواد، وركبوا عربية بعد كده ثم الى طيارة، قالوا ان صحتهم كويسة. انما خدوا قرار بعد التحقيق ان بعد كده جميع اجزاء الصاروخ تتفك تاني، تتركب تاني قدام كاميرات تصور ده فوتوغرافيا وتصوره كفيديو، لانه حصل مشكلة في تركيب هذا الصاروخ عشان ما تحصلش تاني القرار ان بعد كده اي صاروخ هيطلق اي مركبة فضائية هيتم اعادة تفكيك هذا الصاروخ ثم تركيبه قدام الكاميرات للتأكد من انه تم فعل ما يلزم من الناحية العلمية. وحتى ذلك الحين في تحقيق كبير جدا في روسيا، وحتى ذلك الحين ايضا بيتم اعداد صاروخ اخر ليحل محل هذا الصاروخ في اطلاق المركبة سيوز. طب الناس بقى اللي فوق دول اللي قاعدين في المركبة الفضائية في المحطة الفضائية الدولية وكانوا منتظرين الاتنين دول اللي هما ما رجعوش او ما وصلوش وتم رجوعهم الى الارض، دول هيعملوا ايه؟ الروس بيقولوا ان دول يقدروا يعيشوا لمدة طويلة قادمة، مفيش مشكلة، على ما يلحقوا يجهزوا الصاروخ اللي بعديه يطلع مكوك فضائي تاني، مفيش مشكلة حتى ذلك الحين يقدروا يعيشوا بطريقة جيدة. طبعا بنتكلم على شيء بقى خيالي، في بيت ضخم موجود فوق هذا البيت اسمه المحطة الفضائية الدولية، بنتكلم على ان ناس رايحين جايين على هذا البيت، وان كان اتنين رايحين يزوروا حصل مشكلة رجعوا، انما اللي باقيين اللي هناك يقدروا يعيشوا لغاية دول ما يرجعوا. يعني الكلام ده لو كان حد بيقوله اوائل القرن العشرين كان بقى مش خيال انما ما بعد الخيال، انما حاليا بنشوف ان دي حقيقة كبيرة جدا، بقت المحطة الفضائية الدولية حقيقة، والمكوث فيها لأشهر طويلة حقيقة، والذهاب والعودة من المحطة حقيقة، وتحصل حوادث ويتم إنقاذ البعض ويعودوا مرة تانية حقيقة. فعلم الفضاء الحقيقة وصل إلى مستوى أسطوري، وكانت إدارة هذا الحادث بعودة رائدي الفضاء بصحة جيدة هو نموذج للتطور عما جرى في كارثة التشالنجر عام 86. لشرح وتوضيح ما ذهبنا إليه من تحليل وعرض في 4 فيديوهات، الفيديو الأولاني لحظة انفجار مكوك الفضاء تشالنجر اللي اتكلمنا عنه في بداية هذا التحليل. بدأ كل شيء على ما يرام. ومرت دقيقة ثم أصدرت مراقبة الرحلة تعليماتها الروتينية والمهلكة. Okay, all operators, watch your data carefully. Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. Flight throttle. Go ahead. RSO reports vehicle exploded. Copy.
احتاجت حجيرة الطاقم إلى دقيقتين للسقوط في البحر، وقتل أفراده السبعة. كان المهندسون حذروا ناسا من إطلاق المكوك في طقس شديد البرودة، وقالوا إن السدادات المطاطية في محركات الدفع قد تتمزق بسبب البرد، وهذا ما حدث. صور الفيديو التي التقطت لعملية الإطلاق تظهر وجود سحابة من الدخان الأسود عندما بدأت الحلقات المطاطية المصممة لسد الوصلات بين أقسام محركات الدفع بتسريب الوقود الذي اشتعل وأدى إلى انفجار الصاروخ الرئيسي. ده انفجار تشالنجر عام 86، هنا بقى انفجار الصاروخ اللي حمل سيوز 2018. مكوك تشالنجر 86 مات رواد الفضاء السبعة، إنما في مكوك سويوز 2018 الاثنين رواد تم إنقاذهم. Так, здесь ПМки уже подошли. Вот, трое. قاعدة بايكونور اللي خرج منها الصاروخ الذي تحطم بتخطط علشان تطلق رحلة جديدة.
حافظ الله الجيش، حافظ الله مصر.